اهلا وسهلا بيك. اهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافه. وشكرا على تلبيه الدعوه سي محمد صالح. نعرف اللي الوقت ضيق للغايه، ولكن ما سيلوش نرجعوا على جوستومون الاصلاحات الجبائيه والاصلاح الجبائي اللي حكينا فيه مطولا معاك، ولكن النقطه اللي كانت اثارتها وزيره الماليه اللي هي جوستومون انه نعاود نوجه الامتيازات الى مش نفس اعاده توجيه الامتيازات في مجملها. النقطه هذه شكون هو اللي ياخذ الامتيازات وكيفاش باش نعاود نوجههم، ولشكون باش يكونوا موجهين الامتيازات هذه في الاصلاح الجبائي؟ والله هو في الحقيقه معناها السيده الوزيره اكدت على هذه النقطه خلال معناها اللقاء الاخير. اما النقطه هذه راه في وزاره الماليه عن سنوات طويله، ونقولوا القيام باصلاح جبائي المبدا العام، القيام باصلاح جبائي، وداير ركزت عليهم النقاط هذوما، توسيع القاعده ديما نقولوا عليها، تخفيض من النسب ديما نقولوا عليها، القطاع الموازي عاود ذكرته كيف اللي نسميه هنا ايقاف نزيف القطاع الموازي. وكنا ديما نقولوا نهار اللي نعملوا اصلاح جبائي كامل وشامل ونخفضوا النسب ونبسطوا الاجراءات ونوسعوا القاعده، وقتها بصفه اليه يجب سميناها ترشيد الامتيازات الجبائيه من ناحيه، وتوجيه الامتيازات الجبائيه الى مستحقها. هذا راهو مبدا خدمت عليه وزاره الماليه لمده سنوات طويله. دونك في اخر لقاء اكدت السيده الوزيره على النقطه هذه، ونحن ندعو الى مواصله هذا التمشي، باعتبار اللي اهم شيء راهو يهم المستثمر هو ساعة القانون العام. اعطيني جباية عادلة، اعطيني نسب جبائية مقبولة، اعطيني اجراءات مبسطة الى غير ذلك. وكنا ديما نقولوا راهو الامتيازات الجبائية اللي في الحقيقة ليست هي المطلب الاول بالنسبة للمستثمرين بصفة عامة، وخاصة المستثمرين الاجانب، لكن الاستثمارات الاجنبية. علاش؟ يقول لك اعطيني اكل البنية التحتية، اعطيني اكل يد العامل الكفأة، اعطيني الادارة المتطورة السريعة، اعطيني السلم الاجتماعي، اعطيني الاستقرار السياسي، اعطيني القضاء العادل والناجز. هذا مرة الطلبات الرئيسية نتاع الاستثمارات الاجنبية اللي تريد القيام بالاستثمارات في تونس. تعطيني جباية عادلة ومبسطة ونسب مقبولة، ما نقولش لا. وبالتالي الامتيازات في حد ذاتهم لا يكونون المطلب الأول بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. شنو هو الحل هنا؟ مراجعة الامتيازات بطريقة أوضح، ترشيد الامتيازات، عقلنة الامتيازات، معناها سميناها لا راسيوناليزاسيون دي زافونتاج فيسكو. على أساس أنا إذا ما عندي تكون أهداف واضحة ويبدأ عندي معناها قطاعات نعطيها الأولوية المطلقة، وكان شفت هي في المداخلة نتاعها الأنشطة التي تعطي القيمة المضافة. وكان نزيد انا على الانشطه التي يكون لها قيمه مضافه عاليه، ونقول الجهات المهمشه الداخليه النائيه هذيك نهار اللي انا باش نعطي امتيازات الجبائيه، كان نقول له راه عندك انت طرح كلي من قاعده الضريبه، تيقول لك انا ما عنديش ارباح كبيره من اصله، تعطيني طرح كلي من قاعده الضريبه مش باش تفيدني برشا، وبالتالي اللي يهمهم اكثر هو المنح الماليه. وبالتالي كتقول انت توجيه الامتيازات، نقول انا اذا كان انسان مشى انتصب في احدى مناطق التنميه الجهويه الداخليه النائيه المهمشه باش نشجعوا انا امتيازات جبائيه، مش باش تغير له حاجه كبيره ما بيناتنا، خاطر في صعوبات كبيره معنا في تحقيق الارباح. اما كي تعطيه انت منح تقول له راك انت تجتهد وتعمل مجهود للانتصاب داخل احدى مناطق التنميه الجهويه، تاخذ منحه باهيه، وقتها نسمى وجهت الامتيازات الماليه لهنا في حقها، والامتيازات الجبائيه او كتعرف انت توا المؤسسات المنتصبه داخل مناطق التنميه الجهويه يخلصوا في نسبه الدنيا اللي هي 10%. لهنا بطريقه ذكيه اعطينا امتياز جبائي مقبول اللي هو نسبه منخفضه اللي هي 10%. تعرف اللي راهو قبل افريل 2017 راهو كانوا العشر سنوات فقط بالنسبه للامتيازات الجبائيه للمناطق الداخليه، وبعد العشر سنين معناها 10 سنين اخرين نعطيو 50% من الامتيازات الجبائيه، وبعد 20 سنه ما عادش عندهم امتيازات جبائيه. ابتداء من غرفه افريل 2017 عندهم طرح كلي لمده 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ل 50% ولا نرجعوا للنسبه العاديه، يوليوا 10% فقط
وهي النسبة منخفضة بالنسبة للذوات المعنوية، وطرح ثلثي المداخيل ويخضع الثلث المتبقي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. اللي قالته السيد الوزير يمشي في الاتجاه هذا. أنا عندي تنمية جهوية، عندي تصدير، خاطر التصدير ما عادش عنده الامتيازات نتاع القانون العام، ولكن يلزم توا في الظرف الصعيب هذا التوجه نلقاو حلول أخرى لإعطاء الدفع للتصدير، وخاصة الحصول على القروض. خاطر انت كي تقول لك المؤسسات مثلا الصغرى والمتوسطه وكل باعثين الشبان كان ما تعطيش تنفيذ نسب الفائده لدى البنوك مثلا نسبه 8% تعملوا تنفيذ باربعه باش يولي خلص كان 4% فقط. راهو الناس هذوكم ما تشجعهم غدوه ويعملوا استثمارات الا ما تخلق لهم المناخ الملائم للقيام بهذه الاستثمارات. واضح، يعني فينالمون باش يكون هو مراجعه للامتيازات هذه وتوجيهها بطريقه اللي تضمن استمراريه الاستثمارات وتضمن زاد ان المستثمر يكون معناتها نقولوا احنا ساتيسفي وسورتو ينجم يمشي للجهات اللي يلزم يتم فيها الاستثمار. شكرا لك. والانشطه الهامه اللي فيها قيمه مضافه وكسميها التنميه المستدامه والتكنولوجيات الحديثه، هذوما اللي نحبوا نوجهوا المستثمر باش ياخذوا امتيازات في الغرض. شكرا لك سي محمد صالح العيري المستشار الجبائي. هذه كانت ديكود ليكوت وتسويت الاخبار واخبار الرياضه. خليكم على ليكوت، راجعين معكم حتى المطلثه.